تعليقي على الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش. أهلا ومرحبا بك شيخ فائز. بداية، عادل عبد المهدي يزور اليوم محافظة البصرة، كيف ترون هذه الزيارة ولماذا تأخرت برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله. زيارة عبد المهدي إلى البصرة بمثل الكثير من زيارات العباد لها من قبله، التي لم تجدي أي نفع هذه الزيارات إلى البصرة أو أي منطقة في العراق. والسبب هو ما يجري في العراق بعد 2003، هي إرادات وصراع بين الأحزاب والميليشيات على العراق، وخاصة البصرة التي تقع على الخليج العربي وما تمتلك من موانئ، بالإضافة إلى أن 80% من خزين النفط، وهذا ما يجعل عبد المهدي أو غيره لا يتمكن من تقديم أي شيء للبصرة وأهلها أو للعراق في ظل هذه الأحزاب وميليشياتها المدعومة إيرانيا. بمعنى البلد الذي يحكم من الخارج لا توجد لديه حكومة شرعيتها من شعبها، بل السطوة والشرعية للطرف الذي يأمر ومهيمن على الملف العراقي، وهي إيران الشر والفكر المسموم. نعم، عشائر البصرة وصفت الزيارة بأنها إعلامية واستعراضية، ما المكاسب التي يريدها عبد المهدي من هذه الزيارة برأيكم؟ بكل تأكيد مثل ما سبقه العبادي والمالكي، كلما تنتفض أهالي البصرة وأبناء البصرة على حقوق مشروعة لها، حقوق مغتصبة وهي تعوم على الخير من البترول والموانئ والزراعة وغيرها، كلما يذهب مسؤول كرئيس وزراء العبادي أو الهادي العام أو العفو عادل عبد المهدي، هي أبر تخدير لتهدئة الشارع ولتخديره، لأنه يعرفون بأن الشعب العراقي إذا انتفض لن يتحمل بعد 15 عام من ويلات وحرمان وبطالة ومجاعة وغيرها. بالمقابل، أهالي البصرة قاموا باعتراض مواكب المسؤولين الذين كانوا يرومون استقبال عبد المهدي في فندق الشيراتون وسد الطريق المؤدي إلى الفندق. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك بأن أهالي البصرة وجميع أبناء الشعب العراقي سئموا من هذه الأحزاب، لأنه لا يعقل بعد 15 عام مجموعة من السراء والقتلة ورعين الميليشيات والعصابات والعصابات التي تحكم التي تجول وتصول خارج القانون وشرعنة الميليشيات وشرعنة إيران على العراق وجميع مفاصل الدولة، لا يعقل لدى أي عاقل في الشعب العراقي بأن هذه الأحزاب تجذب الخير للعراق بعد 15 عام من المعاناة. القوات الحكومية قامت بتفريق تظاهرات البصرة بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، يعني بعد هذه الشهور التي مضت والتظاهرات التي حدثت في البصرة وأيضا مجابهة القوات الأمنية لهذه التظاهرات بالعنف، هل ما زالت الحكومة والقوات الأمنية تراهن على الحل العسكري والأمني؟ بكل تأكيد، لأن هذه العقليات التي جاءت بعد 2003 من سياسيين هم لا يعرفون إلا القوة والقتل وسرقة أموال الشعب العراقي، وبالتالي على الشعب العراقي أن يعي خطورة المرحلة القادمة التي قد تكون أكثر من 15 عام التي مضت في ظل شرعنة الميليشيات وشرعنة الأحزاب الطائفية ضمن المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي، وبالتالي ستكون المراحل القادمة أصعب. ولكن كذلك على الشعب العراقي أن يعي جيدا بأن هذه الاتهامات المستمرة طيلة 15 عام يعني بأن هذه الحكومة عازمة على عدم الاعتراف بحقوق الشعب العراقي ووجوده ومستقبل أجياله. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.